ابو علي زهر برضه الشاش تسمعهم من الاول بصوت عالي. ابو ادهم ده انا ممكن اسمعك من تحت يا ريس. يا رجاله يا رجاله بهنيه يا جدعان اقسم بالله بموت فيها. طب اقول لك اغرب، انت تسمع الرجاله من تحت وانا اسمع الرجاله من فوق ونشوف يلا مين اللي يكسب. يا اغرب الرجاله اللي في الارضيه سمعنا صوتهم بعد اذنك عشان تحت في باور. انا عارف ان الرجاله في الارضيه في باور. من الاخر من الاخر كده يا رب ما تعدم امك يلي ما تسمعوا اسمه بما يرضي الله. لو انت محظوظ معاه سمعوا اسمه اوشا. ها 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 محدش يقول على المسرح يا ولاد. ايه لا لا يا عم غراب ما سمعناش حاجه على الدغري. يا رجاله الخشف الرجال بتجيب الفقر. خلي بالكوا احنا بنتحدى بيكوا جمهوريه مصر العربيه. حصل الدقيقه دي بقى بما يرضي الله. يا رب ما تعدم امك اللي ما تقدر تقف دقيقه محبه في الله من الاخر. يا لهوي من الاخر. خلي بالك يا ابو ادهم قوشة راكب ودايس بنسيم وهيدوس على الناس اللي مش سالكين. معلش لو طولت عليك يا بهنية انا عاوز اقول كلمتين. قوشة الحق في الابطال بيصيب الاطفال. قوشة بيفكر وبيخطط وبينفذ. قوشة المصنع. Yeah.